في هولندا الادعاء العام يطلب من القضاء معاقبة النائب البرلماني اليمين المتطرف خيفت فيلدرز بغرامة مالية قدرها 5000 يورو، متهما إياه بشتم مواطنين ينحدرون من المملكة المغربية عام 2014 ونشر الحقد والكراهية والفتنة داخل المجتمع الهولندي. الغرامة المالية القصوى في مثل هذه القضايا في هولندا تبلغ 22250 يورو، لكن المدعي العام لم يطلبها بحجة أن تصريحات النائب العنصرية ليست الأسوأ مقارنة بأخرى سابقة لغيره.